جميلة. زي ما هو المجرح الأناقة هو الصلابة النفسية تعاني، تعرض لصدمة، مر بأزمة، كلنا نحتاجه للطبيب النفسي. ما حد يشفى لنا أو كذلك هيبقى متابعتك ولاحظت أي اضطرابات طلعت عليك سلوك عين. حيوي من عوامل الشخصية طبعا الكثيرة اللي نحن اليوم حنحكي بس على الصلابة النفسية. حتى في المرض عن طريق التفكير الإيجابي، عن طريق الصمود، عن طريق حل المشكلات، يعني معناه من نفسي أنت يعني ثمارة لما تكون في صلابة نفسية. فما هي الصلابة النفسية؟ هي ما تتكلم. أتمنى من الله أن تكون مشاركة مثمرة كما أسعدني تواجد اليوم مع زميلات وأستاذات. الصلابة النفسية تعتبر من الخصائص على المواجهة وعلى التحدي والحفاظ على التقصير. إذا الصلابة عن طريق حل المشكلات، يعني معناها هذا الصلابة تجعل نفسك واثقا من نفسك عند الأفراد وبعض الصفات السلبية. النقطة المهمة الأخرى الصلابة النفسية. في اليوم الختامي للحملة التوعوية بسرطان الثدي يسرنا أن تعقد هذه الجلسة في هذا التاريخ من هذا الشهر، الشهر الوردي، شهر أكتوبر. كما يسرنا أن تعقد هذه الجلسة في كلية الآداب بجامعة عمر المختار، وتسرنا مشاركة عدد من عضوات هيئة التدريس، حيث اقتصر في العديد من الندوات التي نراها ونسمعها ونسمع ونحضرها، اقتصر دور التوعية في مجال الطب ومجال التغذية، إلا أنه دور كلية الآداب لا يمكن إغفالها، فقسم علم النفس وقسم علم الاجتماع وقسم الدراسات الإسلامية بدوره الديني الروحي له دور مهم وأساسي في هذه الحملة، خاصة أن المرضى لا يتعاملون في السيولوجيا فقط، فهناك مشاكل سيكولوجية ونفسية يتعرض لها المريض، ليس المريض فقط وأيضا المتعافي. تناولت في هذه المحاضرة مقدمة عن مرض السرطان والإحصائية السنوية سواء كانت من منظمة الصحة العالمية. تكلمنا أيضا هل في علاقة بين المرض والغذاء؟ أكيد في علاقة مباشرة وفي علاقة غير مباشرة. ذكرنا من ضمن العلاقات اللي غير مباشرة زي استخدام الأواني البلاستيك، زي استخدام الأغذية المعلبة، زي استخدام الأغذية المحروقة، استخدام الزيوت المهدرجة زي السمن والزبدة كانت، واللحوم الحمراء كثرة تناولها من كثرة الأكثر الأسباب اللي ممكن تسبب الأمراض سرطان الثدي. وأيضا ذكرت في المحاضرة إيش الأغذية اللي ممكن تساعد في التصدي لهذا المرض، زي ما قلنا لهم الخضروات وقلنا لهم الفاكهة، زي بعض العناصر المعدنية اللي مهمة. ذكرنا إن بعض الدراسات أجرت على الأغذية زي الزبادي، زي تناول البقوليات. أجرت دراسة في أمريكا سنة 2017 على حوالي 91 ألف امرأة، ثبت أن العدس من حاجات مفيدة جدا للمقاومة لأمراض سرطان الثدي بما نتكلم عليه، تناول البيض والبعد عن الأغذية المقلية. وفي النهاية نحن أيضا ذكرنا عن البرنامج الغذائي المفروض ياخذه مريض السرطان، ونفس الشيء مريض السرطان عند استخدامه في علاج كيماوي ايش الاغذيه اللي المفروض يحاول يقبل عليه عشان تقاوي المرض، تقوي المناعه، وايضا تقضي على الخلايا السرطانيه. حقيقه ان شاء الله نكون فت الجميع، فالموضوع هذا مهم، وننصح من خلال قناتكم ان ضروري تكون متابعه ما بين طبيب الاورام طبيب التغذيه، لها دور مهم في تقويه المناعه، واكيد دعم المريض النفسي لمريض السرطان، والدعم الغذائي والدعم الطبي مكمل بعض. شكرا، بارك الله فيك.